أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. نلتقي مع الدرس السادس من دروس فقه الأسرة. درس اليوم نتحدث في نقطة جديدة وهو موانع الزواج. ندايث مثلا ذا شو الهدف تصنف في الدرس نزوارو 10 الأهداف ذيم قرانا يغي الصوضن باش نود دروس المسلسلة في موضوع فقه الأسرة بلا ما نغال دايث مدنا وذا شو دلنا، ولكن الساقي إلى قيم ذان ذي السن شو الفرق يور الحلال ذي الحرام وقيد الواجب فلانا إلى قان السن الفرق يور الحلال ذي الحرام ذي كل شيء وسورتو ثم سلتقي يعني ثوى الشولت أم شري السفد ومذان ثوى الشولتيس أغفل ساسي الصحان والساسي الصحان ذي الشرع ولمت المعارف ثياض مسني ثياض ذيني الهان لي بسيكولوغ غاد فيك انت مسني انا وي ديكس الفايده لي سوسيولوغ علماء الاجتماع غاد فيك انت مسني انا وي الفايده. لذلك يتمثل في وشبي حصلوا لي سلمينات الحكمه ظله المؤمن اينما وجدها فهو احق الناس بها او كما قال عليه الصلاه والسلام، يعني اين يلهان ذي الحكمه الى هو او ربي المؤمن لا ذي المؤمن ذي ذي فلاس اندث في ضين الهان الناس مرحبا وكي الشرع النغيف غادي اللي يكثي بورا باش داوض الفايده غندث لا. اذا الموضوع بوسا كايت مثلا موانع الزواج، يعني امذان باش هذي جوج ذيوث انتمطوث الى قذيلي العلاقه يا ريس الحلال المعنى يس الى قاتسي جوزاس وكي لو بوان دو ديبار. ثريت مثلا اي دني والموضوع كي اولا من ناحيه المنهجيه لا ميثودولوجي تفرض فينا النقطه ياكي في السناث توالي من توالي اتصل من كره قذران اتصل بطل قذران الغاشور فريق نارا يير الحلال الحرام دفتر مثال ازمري ونادي غير الفاتحه اليس اتسفكيون ام بعد قولنا شهرين اربع شهور ديال سواد السفكي وايض فكيديو المخالفه تدخل في الشرع المخالفة ثم قرانت لأنه قال مثلا يونس مثلا ذي مثل أورجازيس أم بعد نسات قبلات فوق العدة ومقارنة على دار ربي ثلاثين بيريود لكني ما إلا ذي الموث يقموث أورجازيس أربع شهور وكذا عشر أيام ورسالة الحقة تعود الزواج ذي الحرام، ولكن لن يمذانا وتسكنا غزال القيمة إلى العدة يجي عدة الوفاة عدة الطلاق إزمرات فروسيا تيفكسيا تعاود زواج. لذلك يتمثل ذا غيني عن الرضاع فطضة أتسقم ذن متفقنا راه ربما عقود الزواج ما راه الفاتحة ولا شوية سقسين أنوي فافاس أنوي ذركاز الشهود سيدي بابا في اللي في قفلة بقى على خير الفاتحة السلام عليكم بلك اللي سمطو ثاقي تنصي ما سنتسا أقشيشاقي بلك ارجازاكي ناقشيشاكي يطل سي ماس نتساف سي ماس نتقشيش تاكي بلك قشيش تقشيش في الشركي تنديو تيمات تظن ريوث. لذلك ايث مثلا طاس التمثالين غاسد فانت مزيث ولكن ايث مثلا إلاق اثنتني السين باش يمذانا يعني باش نوقع راه ذي الحرام. لذلك ايث مثلا موانع الزواج وقيل له التام عنوان بوساكي موانع الزواج. موانع الزواج الذي ألف با أ ب ألف الموانع المؤبدة با الموانع المؤقتة ألف الموانع المؤبدة أد نفذو السيس يوث يوث الموانع المؤبدة لن ذيك ثلاثة لن ذيك ثلاثة أولا ثانيا ثالثا. أولا الموانع بسبب النسب، ثانيا الموانع بسبب المصاهرة، ثالثا الموانع بسبب الرضاع. هاد نشرح يوثيوث تساوي صافي نغد ألف الموانع المؤبدة. أولا الموانع بسبب النسب دا شو قصدها يثمث قصدها باللي لانت بعض النساء شرعنا يحرمي ثنت الى الابد مراكيني مؤبده
eternellement, يعني طول العمر. ماشي pour une certaine période, أقولنا شهرين, خاطئ, إلى الأبد. وقي مقصود بها الموانع المؤبدة, المعنى يستلي يثن السبا داخل لا تقبل الزوال, تجول ثلا لا كوز سي حرم ربي سبحانه زواجني ماشي يثن السبا غير يكسن تجول ثلا مادام ثلا السبا مني تجور الحكم يلا اللي هو الحرمة. لذلك نغد أولا الموانع بسبب النسب. ذا شو المعنى النسب؟ المعنى القرابة, يعني المعنى يذمن شرك انت يذمن الوريون ما يشرك انت يذمن تذيوث إذا ملاقي تجور اللان مادام تجور اللان صافي تجور الحرام هذا جوجن. بدي مثلا لعبد أقشيش أكذي والتماس أسي قارا والتماس قارا كما مادام إذا ملاقي شرك انت ذل حرام ذي الحرام زواجي يرسن إلى العلاقة يرسن قرص علاقة الأخوة شركنتن إذا من اسمي استغمات مدام ثغمات ثلا إذا من شركنتن هذا قيمة تجور ثورة الزمري وديوان ديني سي نورمال ولا يغنى كوي والتماس ولكن إيث مثلا أكون دفكرة بلا قلاغ جيو الوقت هذه الصرف بثم ديث أم كل شيء يخضل يخلط لي فالور رزنت لي برنسيب روحن الساقين لهم المنكرات سي مقرنين حتى ذي المجتمع الإسلامي وده درغاش يظهرون ذي لونه ذي نيويورك ذي لندن ذي بارين ذي روما نو أين يظهرون ذي ثمورة ثين سلمن ثين سلم إلا وين لند الحرام مرد ذي الحلال. لذلك يثمثن مردنيني أولا المحرمات بسبب النسب صف ديس القرابة الدموية ذي قلن تربعة واحد اثنين ثلاثة أربعة واحد الأصول ذا شو قصد الأصول الأم أم الأم أم الأب يعني كل يوم سيني يما يما سجما يما سنبافا سدوغ وإن علون. والقرآن الكريم الآية 22 من سورة النساء ثناد حرمت عليكم أمهاتكم. علماء الشريعة أم يفسر الآياتي أن كلمة الأم ماشي المقصود ثيمات فقط معنى ثيمات 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 بافاس وإن علون. إذن ثقيم نقصد نكون هذا نختصر هذا نسامبليفي كلمة واحدة اسمس الأصول صافي واحد الأصول. اثنين الفروع ذا شو نقصد الفروع المعنى يس الدريام الدريام يعني لعب ذا سيني تحرم في اللي يلي 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 سجلي يلي سنمي يلي سنمي سجلي في الدور. الفقهاء أخينين الفروع وإن نزلنا وإن نزلنا يعني وقي كلمة مختصرة سامبليفي معنى يلي سيلي سنمي سيلي سجلي سيلي سجلي سنمي سيلي سجلي سجلي في الدور. ومقارن الحافيدات يتعرف قرنس الحافيدات. ثلاثة فروع الأبوين فروع الأبوين دو بوان ذا شو المعنى فروع الأبوين يعني في استماثين مطلقا ما دير في استماثين معنى ولتمس تشقيق ولت جزارة في الأب ولتمس فافاس ولتمس يماس يلي سبولتماس خطر يلي سبولتماس استيني أخالي يلي سنجماس استيني أعمي وليث كان سيبوسا مديني. فروع الأبوين معناه الأخوات مطلقا ما لدينا مطلقا يعني الأخوات الشقيقات والأخوات من جهة الأب والأخوات من جهة الأم وبنات الإخوة والأخوات مطلقا يعني يلي سنجمس شقيق يلي سنجمس سفافاس يلي سنجمس يماس يلي سبولتماس تشقيق يلي سبولتماس سفافاس يلي سبولتماس يماس يلي سجلي سبولتماس. وإن نزل خطر الشرع ليش يفغى هذه فيزي الشرع يفغى يخدم قرنك الزرف
اخي قرنك استقبالي الزرفي وحديق الزرف الزرف باش القرابة الدموية أتيلي محمية حماية مطلقة. أربعة الفروع المباشرة للأجداد والجدات. ما المقصود بذلك؟ الفروع المباشرة للأجداد والجدات ذا شو قصده؟ قصده نساء الدرجة الأولى البرمي دوغري نساء الدرجة الأولى من الأجداد والجدات. معناه ذا شو المعنى يسوى لقي؟ العمات والخالات فقط. يعني ما لدينيغ نساء الدرجة الأولى نغير دينيغ الفروع المباشرة للأجداد والجدات ذا شو المعنى يس؟ العمات والخالات عمتيسك وخالتيس خطر عمتيس ذي اللي سنجديس خالتيس ذي اللي سنجديس مرس يونسي هنا سينيا عمتي. أما كنا سيقار أي اللي سنجدي أي اللي سنجيدا أخالتي أي اللي سنجيدا سي بور سا سي كذا كي قرنا سنت ذي الفقه الناحية الفقهية نساء الدرجة الأولى للأجداد والجدات نقرن الفروع المباشرة للأجداد والجدات ودنا وفروعهن خطر اللي سنعمتس تجوز يون ما يغي اللي سنعمتس تجوز اللي سنخالتس تجوز اللي سنعمس تجوز اللي سنخالس تجوز ألور ولكن شو نجوزارا ذعمتس أكو خالتس. لذلك القرآن الكريم ينب وعماتكم وخالاتكم الآية نومي السلام ربي فذريت انتين سواسوا ينب وعماتكم وخالاتكم أنت يا ربعا أدعيو ذا قصدام يخدمك اللي بوين يجيب باش العباس انتين شفو شغلان بلان ألور ميد النغ ألف الموانع المؤبدة. أولا الموانع بسبب النسب يعني القرابة الدموية. واحد نناد الأصول. اثنين الفروع. ثلاثة فروع الأبوين. أربعة الفروع المباشرة للأجداد والجدات. ثورا نغال ثانيا الموانع بسبب المصاهرة. ذا شو المعنى يس المصاهرة بسبب الزواج؟ المعنى يس بسبب الزواج مارسل فلان صهري صهري معنى ضد قاليو سيتا ديريث مثل وليث كان الشرعي خدمة غد شيران تليساد لاجفة لا ذمي فاثيو ثمطوث أدسن تشير الأحكام لو تثليسا غرا دياسن برمي ثليسا دياسن تسيقا لقوم السلم ثورة ثورة دني ماجيني أدني ماجيني يون يغيوث ثمطوثي سلين ذا شروع ذرون أسيني أربعة لي كاتيغوري تلاوني حرم الفلاك ثورة أربعة جوست ثوغ ثمطوثني بسبب زواجني ثمطوثني في السباياكي ربعا لي كاتيغوري تلاوين يقحر من فلاك هذا شو انت ربعاياك ثم زواروث زوجات الاصول ذا شو قصد زوجات الاصول المعنى يس ثمطوثن بافاك ثمطوثن جديك ماشي يماش اكو جيدك لا سيبوزون يون يسال فاس ديماس فافاس يماس فافاس اكيني يعاود جواج يرنا دوزيام فام ثمطوثي سناف امشي سنقارك ثمطوثن بافا ثمطوثن بافا ألو ثينة حرم في الله ذا شو السبا؟ السبا إيمي فافاك يوغيت ما يموت فافاك يجاتيد ذا الحرام في الله الأوع خطر زيك ذي الجاهلية كي خدمان؟ ذي الجاهلية من مي يموت فافاس ثمطوث بافاس أتيرميس أتيرميس الآية 22 من سورة النساء لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف أتسغثر ثلاوين بفثوان سيوين يعدان يعني الجاهلية وقت الجاهلية ولا شك لي روبير ولا شك لي ليسا كل شيء يروي كل شيء يبروي ولكن بعد شرع ربي سبحانه يفغى غادي فنوثا وشولت غفل ساسي صحان خطر أماكن ثمطوث بافاك أماكن ذو قمكان قماك ثمطوث نجدي أماكن ذو جيدة أماكن ذو جيدة شرع النغمي من المراقي في كيس انتزال في كيس انتزال ما وش معقول الفطرة السليمة ونسان العقل ذي المعقول يسعى على ريزون إلى لوجيك يسعى لي سنتيموس جهدا يسعى الفطرة السليمة ذي المحال ذي روحة ذي ثمطوث بافاس ثمطوث جديس ذي المحال ولكن يثمثن وقيد الشرع ربي سبحانه ميمونا كنو متخصى الفطرة ينس عرق ناسي فردان ذي يغال القرآن ذي يف كل شيء ضوى سي بور سا وكيد المقصود يثمثل
زوجات الأصول، ولكن فقهاء قرنش قرن دوار ذا مشطوح، ولكن يسعى زر ذا مقران بلا ما يهضر طاس يوم بوار ذا مشطوح. زوجات الأصول سيني مسلين سامبليفين طاس بوال المعنى زوجة الأب، سواء كان أبا نسبيا أو أبا رضاعيا، يعني ما الليون أقشش التضر يوث انتمطوث أرقز انتمطوث اني ما يعود جواج ثمطوث اني تحرم فقشي شيء. شغل معادلة الرياضية أدعي وذا أقشش مشطوح يتضر يوث انتمطوث مي لا مشطوح ماشي ريماس ثمطو طايض يتدار ألور أرقز انتمطوث اني ما يعود جواج ثمطو طايض ثمطوث اني تحرم فقشي شيء ما ريم غور سيب وقي المقصود زوجات الأصول. إذن تحرم ثمطوث مبافثنغ حرم ثمطوث نجديث نغ وقيل مقصود واحد. اثنين زوجات الفروع، ذا شو قصدق زوجات الفروع سيني مسلاين معناه يون ما يسعى ميس ميسني سعى ثمطوث ان بعد ثمطوث ني فراس ميس نغي موث ميس ها ترى فافاس اذيري الليس ثمطوث الميس تسلي ثيث إيماجين ثيونا ثذا يسعى ميس ميساقي جويش ثمطوث صار دير ثمطوثاقي سامغاراقي قرصي مغاريو نتساسي قرص يسليثيو في سليث قبيلي ثم شس قرص تعرف الكنة المعنى يستيسليثيو في سليث ألور صافي أمغارني نتسا ثمتثني نمي سست قرية مغاريو نتساسي قرص يسليثيو ألور ما يمثل ميساقي بمغار يجد ثمتثاقي أمغاريو سالحقة يأتيا لحرام خطر اسمي زوجة الإبن ثمتثن ميس القرآن شو دينا سلامش الآية وحلائل أبنائكم حلائل مفرد وحليلة حليلة المعنى الزوجة ذي تعرف الحليلة المعنى الزوجة ولكن كي تعرف نهضر طاس لو كان سيدي ويا حليلتي ثنا شو المعنى يا حليلتي مفهوم. فبالتالي إذن مرد دين القرآن الكريم وحلائل أبنائكم ما تشي المعنى السمطوث المهكان خاطئ ثمطوث نميك ثمطوث نميس نميك ثمطوث نميس قليش هذا هو المقصود معناه تعمق وحلائل أبنائكم يكثلونك كامل تسمى تسلاثين هذا هو المقصود. إذن مثلا نغد واحد زوجات الأصول اثنين نغد زوجات الفروع ثلاثة أتنعكس كانت فسواسوا أصول الزوجات أصول الزوجات سيني مسلاين ذا شو المعنيس المعنيس يماس انت مطوثيك فينا أصل زوجتك نقارس قبيل تضغلت فضل ستدر يماس انت مطوثيك ذا حرام جيداس انت مطوثيك ذا حرام فيقيوك ذا حرام تحريم مؤبد ولكن يثمثني وثل حاجتي تسفهم مليح مليح لشو دنا العلماء فقهاء نند العقد على البنات يحرم الأمهات قاعدة العقد على البنات يحرم الأمهات زرما شو المعنى سيبوزون نحضر كثلام ذاقية أنا غرفة حيون ومن غرفة فاتحة سلسلة باتيرا دي عدي ثورة طيب أصن غرفة فاتحة قال فلاني مثلا أصن سمي عبد الرحمن نغرس الفاتحة ذيو ثي سميس الجهر بالمناسبة من ذي الفاتحة لقد نذري اسمونا ودي فقر الفاتحة وما يذكروش قال أسماء فكي اللي كيمي قفلة دعوة الخير والسلام عليك أنت اللي أنت من ماشي ضغطت في الحياة نيو من أولا ذي ننسو اسمي لقى إبارك سار فايسيس أنت ذيك سان تشرع النغي يفنى في الوضوح ياكل يزاكت عقود من الشرع ياكل كونترا الى قال يفرن لا شو يفرن كل شيء كلارينات الو سيبوزون عبد الرحمن نغريس الفاتحه ثوره زدتون اكو ذيو في سميس الجوهر نغرى الفاتحه ذاش سنيني اسيني العقد على البنات يحرم الامهات اش المعنى سيبوزون الجوهره كي تموت ثاقي مش نغرى الفاتحه ثموت ابريس مانا ثموت شيني أسيني عبد الرحمن أرسي ظهر الحقة تغذي الناس يبوتون غركين فاتحة مازال نبوض غلا بيسي نغر نوتير ونغر نخذي منار لك دو مارياج ونخذي منار العرس من أبري قبل الدخول يعني قبل العرس جوست أبري الفاتحة أسيني عبد الرحمن
ذي الحرامة تغض يماس انت متوثاقينيش ما ثموت متوثاقينيش ناس فريضاس سي بوسيبلا سي يفرو ان بعد سقوس عامين ذي خطف يماس ذي الحرام ولكن شرع يفكي سزل إلى علاقة قلن يرثى متوث أكذي الليس سي بوسى العلماء الناند العقد على البنات يحرم الأمهات يا خيث مثلا واضحة ثقيت سي ثلاثة إذن الناد ثم زواروث زوجات الأصول زوجات الفروع ثلاثة ثلاثة الناد أصول الزوجات جاب لي ربي واضح في صرفعة أدنيني فروع الزوجات بعد الدخول ذا قسنا رنويون القيد فروع الزوجات بعد الدخول ذا شو المعنيس المعنيس تير في فين ما يلا أدنو ولا ماذا عبد الرحمن أدنو ولا الغرس سيبوزون عبد الرحمن ميو ثمتو ثق اسميس الجوهر الجوهر قي ديجا في الجوج ذو القزة مزوارو في بودي ذي سيليس سيتادير في الجوج ذو القزة مزوارو ان بعد يموت ورقزة مزوارو يجيس ديليس ان بعد الجغراقي يغيث عبد الرحمن اسيني يا عبد الرحمن ثاقي ديليس انتمطوثيك ماشي ديليس انتا ديليس انتمطوثيس امشي سقارن سقفايليث صح تيرفيفت تيرفيفينا كنمالانت حرمنت فرقزك عبد الرحمن يغى الجوهر الجوهر ثبت يلي سنتسف سوى القزة مزوارو أسيني إي عبد الرحمن تحرم في الله يلي ساقي ما يسميس مثلا يسميس كريمة أسيني ذي الحرم في الله يلي ساقي كريمة تعرفي فيك ذي اللي سنتمطو فيك تحرم في الله ولكن دقي ملاحظة ذا شدنا الآية السلامة كامل وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم القرآن يناد بشرط أن عبد الرحمن أذيلي يجوج للجهراجي بعد الدخول بعد ثمغرة يعني خذ من العاقد خذ من كل شيء خذ من كل شيء ذا قد حرف لا سرفيفت ما إلا جوست أبري العقد سيبوزون عبد الرحمن يخضب الجوهر غران الفاتحة بعد مسفهام نارا يفرياس يغي الليس جائز جائز وليس كان ير الحلال ذي الحرام شعرة شعرة دقيقة جدا وليس ثالث مثلنا سيبوزا ما إلا غران كان الفاتحة بعد يفرياس نغثموث يسالح عبد الرحمن يغي الليس انتمطو ثنينس ولكن ما إلا غبري ثمغرة بعد الدخول بعد البناء لا لا أسنيني الجزء الثاني من القاعدة والدخول بالأمهات يحرم البنات إذا غادت نسدوك القاعدة تولى الرجل جنرال أصدعوا القاعدة العقد على البنات يحرم الأمهات والدخول بالأمهات يحرم البنات وليس كان والدخول بالأمهات يحرم البنات يا أخي سيكلير واضح بقت حاجة ذي القرآن النت وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم ذا شو دنا العلماء ذا قال علوم الشريعة مثل علوم دقيقة جدا مش كان كغر الآية غاصين فهم أقسم نوم إلى قد صعود مقارن قواعد الأصول برمي قواعد الأصول خاصة قواعد اللغوية الأصولية اللغوية أتفهم ما يسمى بالدلالات ثلالة دلالة الإشارة دلالة النص دلالة العبارة مفهوم المخالفة مفهوم الموافقة دلالة فحو الخطاب لحن الخطاب أمور دقيقة جدا سيبور سايث مثل لعب ذا ما يغرى كل مورا قرى يفهم مولاش ورساء الحق ديفتو ذي الشريعة سيبور سايث مثل ذا شو دنا العلماء الشريعة كلمة لان نند كلمة التي في حجوركم هذا قيد غير معتبر بل يجري مجرى الغالب مجرى الغالب مجرى الغالب المعنى يس ثقش اشتاقي عادة أتداوي الناس مزيفة ربي ري الناس ولكن غسمة ربادر خواليس
عبد الرحمن قد نوال مدن سميس يسميس باش تفهم المثال أكثر. أسنيني ما إلا تم الدخول في سمطوثة قيثة مطوثة الجوهر كريما نتحرم في الله تحريما مؤبدا اترنال مو طول العمر. لذلك يثمثل هاثن تنفوك ربعا ثراد نوال الثالث ند أولا موانع بسبب النسب، ثانيا بسبب المصاهرة، ثالثا بسبب الرضاعة. هذه مهمة جدا يثمة. أدفتغان إكزامبل سيسار أنا نخدم شغل أنت دي شغل براتيك في الناس. سيبوزون يوني سميس علي، علي يسعي ماس نورمال فافاس نورمال، ولكن يتضر يوث اسميس فاطمة سام توسي تدرس يتضر غورس ألو راسيني علي مريم مغور أسيني علي سام توسي فاطمة ذي ماش، ولكن في سقران الأم الرضاعية خطر لان دو صورت للأم هاي مات سين كديرون اسميس الأم الوالدة نغ الأم النسبية يما يديرون في سناث قرنس الأم الرضاعية يما يسطظن هذا صافي فما يثمثل اللانسانت النوع من ثيماثين ألور ذا جيني يثمثل هل ترى يجوز وقشيشة مريم وراء ذي ثمتو ثاقي ذا الحرام خطر ذي ماس هل ترى يجوز ذي غي الليس ذي ولت ماس ولكن ماشي ذو التماس تشقيق ماشي ذو التماس يماس ماشي ذو التماس فافاس ذو التماس سطظة إن قصد قبيلي يعني أختنا رضاعية القرآن سلمس الآيات وأخواتكم من الرضاعة هذا رأي ثماث النقطة يجي الساعة تصل الديتاي التصل الديتاي يتصل جمذان في منارة في مسالين يلان دقيقة في النقطة يجي لذلك كفارة درسة ساقي في النقطة يجي في النقطة ثم زواروث سن الرضاعة ده شو المعنى يس إما ده شو لاج أراد يوين الحرمة الرضاع المحرم هو الحاصل في الحولين يعني أسقاس مزوارو أكد أسقاس والسين نقطة ثانية مقدار الرضاع ده شو المعنى يس ذاقين علماء الشريعة فكاند ثلاثة رايات ذي مقرانو ثلاثة الراية مزوارو نتاع المالكية والحنفية المالكية المذهب المالكية قلنا وكذا المذهب الحنفي أنه دوالو كان شويط يعني أقشيشة مشطوح ما يتضر يوثن تمطوث ولو كان يوثن تطضان ولو كان يتضر كان شويط في غالب يماس حرم في اللاس يسيس حرم في اللاس علماء المالكية والحنفية ذا شو الدليل نسن في كانت ريزارجيمون أنه دليل مزوارو ربي سبحانه القرآن يناد يناد وأمهاتكم التي أرضعناكم وأخواتكم من الرضاعة رب الدين راه يوثن تيكل تنغرض عن عشرة إن دمحت ضر يوثن تمطوث ذي لدوزون مزورة يكفي ولو كان يوثن تيكل كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب أورف كند الأدلة ذي القرآن والسنة ولكن بعض الإمام أحمد في رواية له إن يخل قال مثل ثيكل ستادير أقشيش هذه تضر ثمطوثني ألا ما يروى من بعد ثيكل ثايض غال ما يروى ثيكل ثلاث مرات ثلاث فرذان ثلاث رضعات متفرقات مشبيعات الشافعية ناند لالا خمس رضعات متفرقات مشبيعات يعني هذه تضر قشيش ألا ما يروى هذه عوذة ما يروى غال ما يروى خمسة ثيكل خمسة فرذان أنا أقول دني غاية مثلا كل آراء أجي باش نظر أشو دين الفقه الإسلامي ولا قارن فريني اللان ثورة ذاقين وغال الفتوى سيبوزون يساكي دانكا أشيني ونكيني فيغاد جوجة ذيوث ولكن يبضيد الخضار بيقين بيقين خطر ثم ستاكي سعال قيمة خطر يزمر بلك ثاي ماتا تفسد العلاقة يرميسك وتمطوثيس ثاي ماتا يعني لنتهمو أحدا أتولي ميسك وتمطوثيس الله الله ما شاء الله كاش نهار تفغاث نتفضو أسيني نغامية كد خبر سيون الخضار نغامية ثمتو ثقين في سي ثقيث تضرغوري اللوري ناسا شو كمي جن الميدس سيبو سماتشي ثمتو ديوسان غا تمنض فتضري الناس ذاقي فتوياس برأي المالكية ذلك أحوط إما إلا يوان ألمي جواج يساد دريا يوفى الخضار باللي نتسا يتضري الناس نتمطوثيس نتمطوثيس تضري ماس نتسا هنا سرجون أخو ندفثوغ بالرأي الميسر ولي كان الاختلاف العلماء رحمة فور بروتيجي لا فاميني لا بتيت فامي ثوا شولت الني فثوياس سرأيني وسعن اتفاق العلماء حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة لذلك يثمثل بقول السالغ بارك الله فيكم على حسن انتباهكم وجزاكم الله خيرا.